وائل طناحي نقيب الموسيقيين في نقابة المهن الفنية الموسيقى والسينما والمنسق الإعلامي لحملة دستور جديد. عن الحملة النهاردة كانت الفنانة بتتكلم عنها، ما يتضمن الحملة الحملة باختصار هي بنقول لا الدستور لتعديل دستور الإخوان، لأن الدستور ده باطل من وجهة نظر الشعب ومن وجهة نظر القانون، من وجهة نظر الشعب، لأن كانت الثورة قامت كان السبب الأساسي في اندلاع الثورة أساسا وهو كان الإعلان الدستوري اللي عمله محمد مرسي عشان يحصن بيه الدستور ده، وكان بعد كده أدى لسي أول دم مثال وكان في الاتحادية، وده كان دم أكتر من 11 شاب مصري، والدستور بعد كده لما اتعمل لجنة تأسيسية اللي اتعملت بتاعته اللي هي لجنة المية انسحب منه كل الطوائف، التيار المدني، فضل التيار الإسلامي اللي عمل دستور طائفي، دستور مفخخ، دستور المواد بتاعته لا جماعة ولا مناعة زي ما بتقول كل الدساتير، وكان حتى باعتراف بعض القيادات فيهم زي ياسر البرهامي لما قال لك ان الدكتور محمد العوى القامة الكبيرة اللي كنا فاكرينه قامة كبيرة بنفسه ساعدهم في تفخيخ المادة 219 ان هي تبقى مدخل ليهم عشان ينفذوا منها للمادة 2 علشان يقدروا ان هم لو حاجة ما عجبتهمش بالطريقة اللي هم عايزينها يجيبوها من ناحية تانية. فالدستور ده لا يليق اصلا بالمصريين. الدستور ده اللجنة التأسيسية بتاعته اسقطتها المحكمة الدستورية كويس وقالت ان هي لجنه باطله، فاذا كل ما هيترتب على 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 اللجنه هيكون باطل. ده قانونا على فكره، ده مش كلامي، ده كلام فقهاء دستوريين. الدستور دوت في نفسه هو، وده راي هشام البسطويسي المستشار هشام البسطويسي صرح وقال ان الدستور ده فيه اليه منصوص جواها على تعديله، فانا لما هاجي اعدل فيه لازم اتبع الاليه دي. لو عدلت باليه مختلفه يبقى انا بخالف النص الدستوري. القرار طلعه رئيس الجمهورية يخالف النص الدستوري في تعديل الدستور نفسه، فإذا ما هينتج عن تعديل دستور فهيكون باطل قانونا، وده رأيه هو مش رأيي أنا، وده طبعا أنا مش قانوني فهو قانوني فأكيد رأيه يحترم. احنا دلوقتي هنقول حاجة بسيطة قوي، كل أعضاء لجنة الخمسين كانوا في جبهة الإنقاذ تقريبا، كلهم طلعوا قالوا دستور ده باطل ولازم يسقط. وبعد كده بعد ما قال لك خلاص هن امر واقع يا جماعه وهنصوت بلا، طلعوا وقالوا الانتهاكات اللي حصلت في الدستور 1 2 3 4 5 وده ده التصويت ده باطل ومزور واحنا بنطعن عليه. ده المره الثانيه جم بعد كده دلوقتي هم اللي موجودين بيعدلوا نفس الدستور، انا مش عارف تحت اي مبدا. هنرجع تاني للجزئيه المهمه ان كان في حاجه اسمها خريطه الطريق اللي احنا كنا بنحترمها، اللي احنا كلنا مع الرئيس، كلنا مع السيسي، كلنا خلف الجيش، ده لازم نبقى مؤكدين عليه، لان احنا الحمله استغلت في غلط وتحديدا من الجزيره، وقالوا ان احنا مع السلفيين ومع الاخوان ومش عايزين دستور لان دستور وتعديلات وحاجات كده، انما لا احنا مع خريطه الطريق قلبا وقالبا. بس لما نبص التوقيت اللي اتخذ فيه القرار بتاع خريطه الطريق والاعلان الدستوري اللي خرج، كانت مصلحه البلد وقتها من وجهه نظر الناس دي، والناس دي وطنيه ومحترمه جدا واحنا كلنا خلفهم، بتقول ان في عنق زجاجه ولازم نخرج منه باقل الخسائر، فكانت اقل الخسائر وقتها هو الاعلان الدستوري دوت. الخسائر بعد كده زادت بعد ما حصل اللي حصل والارهاب اللي احنا فيه دلوقتي من الاخوان ومن الاخوان ومن اللي معاهم زي السلفيين وزي الجهاديين وزي 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 البلد في حاله ارهاب. هنعم الجيش والشرطه ما شاء الله بيتصدرون بشكل هايل يدرس في الدول العالم كله. فالمرحله اللي احنا بنمر فيها حاليا بتقول ان احنا عدينا من عنق الزجاجه، النتائج برضو ما كانتش كويسه، فعشان احنا ناس وطنيين فكنا تنازلنا بعض التنازلات عشان نلم الشمل، واحنا عشان ناس وطنيين دلوقتي برضو نفس الناس اللي حطت خريطه الطريق سواء الرئيس او سواء السيسي، احنا دلوقتي برضو لازم نطلع اعلان دستوري جديد بيقول ان احنا هنحط دستور جديد مش هيبقى دستور الاخوان، لان مصلحه البلد عايزه كده. مصلحه البلد بتقول ان الناس دي لازم تتشطب، مصلحه البلد بتقول ان ما ينفعش اسيب دستور يبقى مفخخ ليا ان حد يطعن عليه ببطلان ونرجع نعيد من جديد مؤسسه جديده ونرجع العجله تلف لورا والخلف ونرجع كده. الحمله بتحاول، عشان كده بنحاول نوصل صوتنا ونجمع توقعات ونقول يا جماعه ان الشعب يريد، تعودنا ان جيشنا العظيم قواده العظماء تلخص في السيسي بيمشي دايما ورا كلام الشعب، فالشعب هنا يريد تعديل الدستور، عدم تعديل الدستور، وعايزين دستور جديد. وفي نفس الوقت لجنة الخمسين اللي هي كلها قالت لنا وماضت ان هم عايزين دستور جديد، ازاي هم عايزين دستور جديد وهيحطوا دستور هم مش مقتنعين اصلا ان هو المفروض ما يتعدلش، فعمرهم ما هيطلعوا لي المنتج كامل، بدل مش مقتنع بالمنتج اللي انا بعمله عمري ما هعرف اسوقه.
فدي في حد ذاتها مفارقه لازم تتحط في الحسبان. فيا ريت صوتنا يوصل واحنا كلنا عايزين مصلحه مصر، مفيش اي حد عايز اي حاجه غير كده، وبدون اي اهداف وبدون اي اسماء وبدون اي مناصب وبدون اي حاجه، عايزين مصلحه مصر. الدستور هو عماد الدوله، هو العصب بتاع الدوله، هو نجاح الثوره، هو التاكيد ان كان في ثوره وعمرها ما كانت انقلاب ولا هتبقى انقلاب.